اليوم عندي الدجاج غنديرو في الفران ان شاء الله. درت حضرت معكم عندي هنا ثومه كبيره غادي نحطها عندي ثومه كبيره عندي بصله وحده عندي ربعه البطاطا عندي دجاجه فيها تقريبا شي كيلو ونص ولا جوج كيلو والله ما عرفت عندي الفران كيسخن على 200 درجه ديال الحراره غندير الراس معلقه ديال مطيش الحك غندير بحال هكا ديال الزبده عندي هنا العطرية ديال الدجاج مخلطة فيها كلشي فيها الزعتر فيها التخميرة فيها الملحة فيها كلشي مخلطة هكا معلقة كبيرة ديال بحال هكا غادي نديرها هكا الملحة على حساب الطوق كل واحد ندير الزعتر هكا غنخلط التكوين ديالي مزيان عندي الدجاجه بحال هكا من بعد غسلتها نقيتها غندهنها مزيان بالعطريه ديالي هنا مزيان بالعطرية غنديرها في البوشيت انت تغسل سلسلية وفي البوشيت بحال هكا عندي هكا البوشيت ديال الفران
ندير شويه الطماطه ندير فيها هذه البانيو تعطريها الشحال عندي حاجه كتسرك الحزن ديال الملح شوف الدجاج ديالي وجد ندير كير دو بحال هكا كير دو بالسنان غنحاول نفس الميكا باش متنفخش عندي الفران سخون على 200 درجة 40-45 دقيقة ومن بعد نكمل معكم التقديم النهائي ان شاء الله من بعد راه تحمر 5 دقائق وغادي نجبدو ونكملو معكم من بعد جبدتو من بعد 45 دقيقة ديال الوقت اللي طاح فيها الدجاج الشكل ديالو هكا كيجي الشكل ديالو لذيذ زوين بزاف كيعطي منظر زوين طاب اللحم ديالنا جا زويون بحال هكا صحة وراحة نتمنى من الله تكون الوصفة عجبتكم نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله